أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري المباشر الذي نوافيكم به من قناة العيون، والبداية مع أبرز العناوين. المديرية الجهوية للتكوين المهني وإنعاش الشغل بالأقاليم الجنوبية تنظم مسابقة بجليميم لحاملي أفكار مشاريع. وفي النشرة أيضا، لجنة مشتركة تضم العديد من المصالح تقوم بزيارة ميدانية لجماعة بيرانزرانا. وفي الرياضة، نتوقف بالداخل مع اليوم الثالث من مسابقة الصحراوية التي تجرى بخليج وادي الذهب. كانت هذه أبرز العناوين، وإليكم التفاصيل، فأهلا بكم من جديد. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية بمناسبة الاحتفال بذكرى اعتلائها عرش المملكة المتحدة. وعبر جلالة الملك في هذه البرقية عن أحر التهاني مقرونة بالمتمنيات للملكة إليزابيث ولأفراد أسرتها الجليلة بموفور الصحة والهناء، وللشعب البريطاني الصديق بالطراد الرقي والازدهار. كما بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيدة نبيلة منيب، وذلك على إثر إعادة انتخابها أمينة عامة للحزب الاشتراكي الموحد. وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية عن تهانيه على تجديد الثقة التي حظيت بها السيدة منيب من قبل المجلس الوطني للحزب، والتي تجسد مدى تقدير أعضائه لالتزامك بالدفاع عن مبادئ هيئتك السياسية. صاحب الجلالة الملك محمد السادس بعث أيضا برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم الكاتب الصحفي محمد أحمد باهي، والذي انتقل إلى الرفيق الأعلى أمس الاثنين عن عمر يناهز 72 سنة. وأعرب جلالة الملك بهذه المناسبة الأليمة لأفراد أسرة الراحل ومن خلالهم لكافة أهل الفقيد وذويه ولأسرته الإعلامية الوطنية عن حال التعازي وأصدق مشاعر المواساة في فقدان هذا الإعلامي المقتدر الذي كان مثالا للوطنية الصادقة والتشبث المكين بثوابت الأمة ومقدساتها. في موضوع آخر، بجليميم وفي إطار تنزيل البرنامج السنوي لدعم إحداث المقاولات وترسيخ الحس المقاولتي لدعم شباب المنطقة، أطلقت المديرية الجهوية للتكوين المهني وإنعاش الشغل بالأقاليم الجنوبية لأول مرة مسابقة لحاملي أفكار مشاريع رقمية وتكنولوجية. هي فعالية تتوخى أساسا دعم وحفز الشباب المبدع. في المتابعة حافظ محضار علي الكبش ومحمد فاضل عبيدة. آفاق واعدة تضعها مؤسسات التكوين المهني أمام الشباب الحالم بولوج سوق الشغل بعيد انقضاء فترة التكوين داخل ورشات ذلك. شباب طامح كله سعي لتقديم أفكار والانفتاح على أخرى بهدف تجويدها وفق واحدة من الأهداف الكبرى المعتلية لهذه القافلة التكوينية المسابقاتية. Alors dans le cadre de la caravane de l'entrepreneuriat du Sud organisée par في إطار قافلة شراكات الجنوب المنظمة من طرف الإدارة الجهوية لمكسب التكوين المهني مع مجموعة من الشركاء، نظم هذا الحدث لمناقشة وتبادل مستجدات البرمجيات الحديثة، حيث طرح أكثر من 30 فكرة مشروع متميزة. الحمد لله استفدنا شحال ديال المعلومات، بزاف ديال الإضافات زادوا لنا بالنسبة للفورماسيون، وكنشكروا ستانتيك على اللي تحتنا الفرصة أن نعودوا أعضاء في هذه التظاهرة. فرصة لتلاقح الأفكار والنهل من عصارة الداركين لخبايا المجال أكاديميا كما للعرض الوظيفي ميدانيا. قافلة وضعت المشاركين في صلب المنافسة المقاولاتية عبر تقديم مشاريعهم المستقبلية في العالم الرقمي والتكنولوجي أمام أهل الاختصاص. وفي الأفق اختيار الأجود قبل المحطة النهائية لهذه المسابقة. فخورين بالمشاركة ديالنا معهم، واتخذنا بالمنافسة مع مجموعة من المقاولين اللي جاوا من قلميم وجاوا من أساء وجاوا من طنطان وجاوا من تيزنيت وجاوا من ميرلفت
واكتسبنا الحمد لله خبرات معهم. الهاكاثون أو ماراثون التطبيقات الرقمية فرصة للشباب اللي عنده ميول في تطبيقات إلكترونية وبرامج الانترنت باش يطوروا المهارات ديالهم والكفاءات ديالهم في هذا الميدان. بطبيعة الحال كان أكثر من 100 متباري اللي الحمد لله توجوا المجهودات ديالهم على مدار 36 ساعة مستمرة من خلال هذه المباراة اللي كنشهدوها حالا. قافلة للإبداع ودعم الابتكار كما أريد لها في انفتاح على طلبة معاهد التكوين المهني، معاهد وراء أسوارها شباب يملأه الطموح المقاولاتي في تنزيل مشاريعه على أرض الواقع ما بعد التخرج. في الشأن التنموي كذلك وبهدف الوقوف على التنمية بجماعة برنزران القلوية، قامت لجنة مشتركة تضم العديد من المصالح بزيارة ميدانية لجماعة برنزران. مشروع 50 مسكن والحزام الأخضر أحد المواقع والمشاريع التي وقفت عليها اللجنة وعلى أسباب تعثرها. في المتابعة بكر دليمي ومحمد يداس. لجنة المشتركة تضم السلطات المحلية وأعضاء مجلس جماعة برنزران والوكالة الحضرية والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر وقسم التعمير بولاية جهة الداخلة وادي الذهب، والهدف الوقوف ومعاينة أسباب عرقلة بناء مشروع 50 وحدة سكنية، والذي يأتي بشراكة مع وزارة الإسكان والتعمير ومجلس جهة الداخلة وادي الذهب وجماعة برنزران. اليوم قمنا بواحد خرجة ميدانية في إطار واحد النزاع اللي وقع ما بين جماعة برنزران القديم وما بين المندوبية السامية للمياه والغابات، هاد الأخيرة اللي قامت بتجير هاد المنطقة اللي الخلف ديالنا في واحد المشروع في إطار واحد المشروع وطني اللي كيقوموا به، ولكن تصادف بأن هاد المنطقة هي منطقة غادي تغطى بواحد وثيقة التعمير اللي شرفت عليها الوكالة الحضارية ابتداء من 2005. اليوم قمنا بواحد الخرجة ميدانية فيها واحد اللجنة اللي معاينة المنطقة ديال برنزران القديم. الحقا كاين هاد المنطقة هادي تدخل في الاهتمامات ديال إعداد التراب الجهوي، بحيث أنه منطقة داخلية اللي يجب تنميتها بشكل موازي للمنطقة الساحلية، بحيث أنها منطقة كتزخر بواحد مجموعة ديال المؤهلات، مؤهلات مائية، مؤهلات ديال المنظومة الحياتية جد مهمة. هذه في الحقيقة منطقة اللي غتكون نواة ديال التعمير. جماعة برنزران ترى هذا المشروع ضروري لإعادة إعمار المنطقة والمساهمة في إعادة عدد من سكانها، كما ترى أن الموقع تم اختياره سلفا بالاتفاق مع الوكالة الحضرية الداخلة أو سرد سنة 2015. قامت الوكالة الحضرية مشكورة خلال 2015 بالتنسيق معها مع اختيار موقع لمستقبل المدينة، هو هذا المكان اللي يحدد واللي تم تحديده واللي الأشغال في آخر مراحله فيما يتعلق مكتب الدراسات حول تصميم النمو لهذا المركز. فوجئنا طبعا الأيام القليلة الماضية بأن المياه والغابات مع كامل الأسف قامت بعملية مسح واسعة على نفس المكان بدون من طبيعة الحال نكون موافقين وبدون حضورنا. جماعة برنزران تهدف إلى صياغة نموذج تنموي قائم على استغلال الثروات والطاقات المحلية والمؤهلات المتاحة لتحقيق أهداف التنمية وتقوية دور الجماعة كدعامة للامركزية. نبقى بنفس الجهة، حيث تشارك جهة داخل وادي الذهب ممثلة في الغرفة الفلاحية لجهة داخل وادي الذهب في المنتدى الاقتصادي لدول شمال إفريقيا الذي تنظمه المنظمة العربية الأورو متوسطية للتعاون الاقتصادي بشراكة مع الغرفة التجارية الألمانية بمقر الغرفة الألمانية للتجارة ببرلين. مشاركة الغرفة الفلاحية لجهة داخل وادي الذهب تأتي بهدف التعريف بالمؤهلات الاقتصادية والطبيعية والفلاحية لهذه الجهة التي تعد بوابة المغرب على إفريقيا، وأيضا التعريف بقضية الصحراء.
وللمزيد أكثر حول هذا الموضوع كان الزميل بكار الدليمي قد أجرى اتصالا هاتفيا مع السيد أحمد بابع من رئيس الغرفة الفلاحية لجهة داخل وادي ذهب من العاصمة الألمانية برلين، فلنستمع. نحن نتواجد اليوم ببرلين بمشاركة في أشغال المنتدى الاقتصادي المنظم من طرف المنظمة العربية المتوسطية للتعاون الاقتصادي إيما، وبشراكة مع الغرفة الفلاحية الغرفة التجارية الألمانية تحت شعار آفاق الشراكة بين الأطراف، إلى جانب كل من تونس وليبيا ومصر والجزائر، وبالإضافة إلى الوفود الألمانية المكون من مسؤولين كبار في وزارة المالية ورجال الأعمال والمستثمرين. تأتي هذه المشاركة في إطار انفتاح الغرفة الفلاحية لجهة داخل وادي ذهب على المنظمات الاقتصادية من أجل تعريف المؤهلات الاقتصادية للجهة وجلب الاستثمار وعقد شراكات من جهة أخرى، وهي فرصة لنا كمنتخبين نعرف بالقضية الوطنية وبالاستقرار وبالأمن الذي تنعم بهذه الأقاليم الجنوبية. لا يفوتني أن أشير أن كان تميز هذا اللقاء بإشادة منظمين بالاستقرار والتقدم الذي وصلت إليه مملكتنا على المزيد يزيد من يشجع الأوروبيين وبالخصوص الألمان على المزيد من المعاملات وتطلع على المزيد من النتائج. نأمل من هذه المشاركة أن تعطينا نتائج إيجابية مستقبلا إن شاء الله. إعداد مدرب معتمد في التربية الخاصة رهان الدورة التدريبية الأولى من نوعها بجهة جليميم ودنونة التي سهرت على تنظيمها جمعية طنطان للتنمية الذاتية والاجتماعية لذوي الإعاقة، دورة استضافت نخبة من أبرز المختصين في قضايا الإعاقة عربيا. والتفاصيل في متابعة حافظ محضار سناء بناوي وعبد الرحيم حاجي. تنظم هذه الدورة التكوينية بمبادرة من جمعية طنطان للتنمية الذاتية على أمل إعداد وتأهيل مدربين معتمدين في التربية الخاصة. فاعلون محليون في قضايا الإعاقة بالإقليم انضموا إلى ورشات هذه الدورة التي اهتمت محاورها أساساً بتمكين هؤلاء المستفيدين من الآليات والوسائل الناجعة وجديد تقنية التعامل مع فئة ذوي الاحتياجات الخاصة. دورة توزعت ما بين ورشات نظرية وأخرى تطبيقية. استفدنا مجموعة من الأمور في التربية الخاصة، ضفنا مجموعة من الأشياء اللي كنا يعني ما عارفينهاش، خصوصا اللي ما عارفش يعني ما عندوش علاقة بالناس ذوي الإعاقات وما عندهمش يعني ارتباط بهم ولا قرابة بهم، ما كيعرفش بزاف الأشياء مثلي انا مثلا، ما يعني ما سبقش ليا يعني عاشرت الناس ذوي اعاقات، كنت كنجهل بزاف د الحوايج. استفدنا منها صراحه الاستفاده الكبيره كانت ما هو نظري وما هو تطبيقي، المعلومات والاضافات القيمه اللي عطاونا، وحنا الحمد لله وكلنا اراده اننا نمشوا على نفس المنهاج وكنشكرهم بزاف. الدوره التدريبيه استفاد منها 25 مستفيد من 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 أبناء الإقليم، فيهم نسبة كبيرة من المجازين في علم الاجتماع، كذلك فيهم مجموعة من المربيين والمربيات في مراكز التربية الخاصة، كذلك جاونا كذلك مجموعة ديال التلاميذ في الإعدادية والثانوية. ورشات هذه الحلقات التكوينية ساهم في تأطيرها خبراء معتمدون من جنسيات عربية وضعوا عصارة مراكمه من خبرات وتجارب رهن إشارة جموع المستفيدين من هذه الدورة التكوينية، دورة مكنت من تعزيز مكاسب الأطر المحلية المهتمة بقضايا الإعاقة بالإقليم. الجمعية يعني
الورقة الرياضية للنشر من اليوم الثالث من مسابقة الصحراوية التي تجرى بخليج وادي الذهب. المشاركات كنا على موعد خلال هذا اليوم مع مسابقة جديدة اختلفت عن اليومين السابقين وقسمت مراحلها إلى ثلاث. تفاصيل أكثر عن أجواء اليوم الثالث من مسابقة الصحراوية في روبورتاج أحمد هبان سيد أحمد مصيري بنافع السباعي بكاميرا المختار خيا. لليوم الثالث تواليا تتواصل مسابقة الصحراوية على خليج وادي الدهب بمدينة الداخلة. منافسات اليوم قسمت على ثلاث مراحل. مرحلة أولى استعانت خلالها المشاركات بالدراجة الهوائية، بعد ذلك المتسابقات كان لزاما عليهن البحث عن مجموعة من النقاط وسط الصحراء ثم الانتقال إلى خط النهاية على متن الدراجة الهوائية، حيث قطعنا مسافة إجمالية تجاوزت 10 كيلومترات. And the competition is not about who's winning. The competition is about how we can maximize your own potential, how you can challenge yourself. المنافسات لا تعلمك فقط كيفية الربح، وإنما كيفية الصبر وتحدي النفس. أنا شخصياً تدربت لسنوات للمشاركة في هذه المنافسة، وأنا جد سعيدة بنفسي. So I don't want to kill myself, but I'm really happy. I really push myself. السباق ديال اليوم كان الحمد لله مزيان، كانت فيه شي صعوبات ولكن الحمد لله تخطيناها انا وابتسام. كانت المسابقه ديال لورينتاسيون شويه فيها شي نقط شويه صعب، ولكن الحمد لله نجمعنا عليهم وهذا تعاوننا لقيناهم الحمد لله. دابا حنا فرحانين وصلنا، يمكن نرتاحوا باش عاوتاني نوجدوا راسنا ان شاء الله للسباق ديال غدا. اون على 3 ايتاب دو صحراويه اديسيون 4. سيتي اون ايتاب دي بلو دور، صعيبه بزاف حيتاش فيها خاصك تخدم الذهن و ان ميم طون الفيزيك. كان خاصنا نجريو هنايا اوتور دو ديزير تروفي دي باليز اي رونتري دون ليسباس دون اور، دونك اون ا تروفي 9 باليز دونك الحمد لله. هذا وستستمر المنافسات الصحراويه على خليج وادي الذهب خلال الايام المقبله على ان يكون مسك الختام يوم الجمعه المقبل. إعداد مدرب معتمد في التربية الخاصة رهان الدورة التدريبية الأولى من نوعها بجهة جليميم ودنونة التي سهرت على تنظيمها جمعية طنطان للتنمية الذاتية والاجتماعية لذوي الإعاقة، دورة استضافت نخبة من أبرز المختصين في قضايا الإعاقة عربيا. والتفاصيل في متابعة حافظ محضار سناء بناوي وعبد الرحيم حاجي، فلنتابع. تنظم هذه الدورة التكوينية بمبادرة من جمعية طنطان للتنمية الذاتية على أمل إعداد وتأهيل مدربين معتمدين في التربية الخاصة. فاعلون محليون في قضايا الإعاقة بالإقليم انضموا إلى ورشات هذه الدورة التي اهتمت محاورها أساساً بتمكين هؤلاء المستفيدين من الآليات والوسائل الناجعة وجديد تقنية التعامل مع فئة ذوي الاحتياجات الخاصة. دورة توزعت ما بين ورشات نظرية وأخرى تطبيقية. استفدنا مجموعة من الأمور في التربية الخاصة، ضفنا مجموعة من الأشياء اللي كنا يعني ما عارفيناش، خصوصا اللي ما عارفش يعني ما عندوش علاقة بالناس ذوي الإعاقات وما عندهمش يعني ارتباط بهم ولا قرابة بهم، ما كيعرفش بزاف الأشياء مثلي انا مثلا، ما يعني ما سبقش ليا يعني عاشرت الناس ذوي اعاقات، كنت كنجهل بزاف د الحوايج. استفدنا منها صراحه الاستفاده الكبيره كانت ما هو نظري وما هو تطبيقي، المعلومات والاضافات القيمه اللي عطاونا، وحنا الحمد لله وكنا اراده اننا نمشوا على نفس المنهاج وكنشكرهم بزاف. الدوره التدريبيه استفاد منها 25 مستفيد من 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 أبناء الإقليم، فيهم نسبة كبيرة من المجازين في علم الاجتماع، كذلك فيهم مجموعة من المربيين والمربيات في مراكز التربية الخاصة، كذلك جاونا كذلك مجموعة ديال التلاميذ في الإعدادية والثانوية. ورشات هذه الحلقات التكوينية ساهم في تأطيرها خبراء معتمدون من جنسيات عربية وضعوا عصارة مراكمه من خبرات وتجارب رهن إشارة جموع المستفيدين من هذه الدورة التكوينية.
دورة مكنت من تعزيز مكاسب الأطر المحلية المهتمة بقضايا الإعاقة بالإقليم. الجمعية يعني مست موضوع هو رهين الساعة بحكم عدد الأشخاص المعاقين في مدينة طنطان وفي جهة قلميم وادنو. فالدورة يعني استطاعت تزويد المستفيدين منها بمجموعة من المدارك والمعارف من أجل تزويد الخدمات المقدمة لفائدة هذه الفئة في جميع مختلف المدن التي تشتغل فيها الجمعيات التي تهتم بالشخص وذات إعاقة. الدورة هي عبارة عن إعداد مدرب متخصص في التنمية الذاتية والتربية الخاصة المتخصصة لذوي الإعاقة. فكلنا يعني بنبحث عن المدرب المتخصص اللي يتعامل مع ذوي الإعاقة بالسيكولوجية الخاصة بكل إعاقة. لازم كل واحد يبقى فاهم هو بيتعامل مع إيه وطبيعة الإعاقة إيه عشان يبقى الدعم في مكانه. كانت محاور الدورة متكاملة باعتبار أنه المدرب يحضر ياخو دورة واحدة لكن بطرق مختلفة باستراتيجيات معينة في أساسيات التدريب في مفهوم وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة في ورش عمل خدمنا عليهم كانت بطريقة إبداعية اتبعنا في الأسلوب متاعنا طريق إبداعي يعني خرجنا من النمط اللي كان يدرس واللي كان موجود من والفرق بين التدريب والتدريس كيفاش نوصلوا أنه يكون متدرب حاضر معنا يكون عنده مهارات مدرب ويعرف كيفاش يتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة. دورة تدريبية تواصلت مختلف عروضها وأنشطتها على امتداد 6 أيام وساهمت في تعزيز ودعم قدرات ومكاسب كافة الفاعلين والمتدخلين في قضايا الإعاقة بالإقليم. فاعلون وزعت عليهم شواهد النسخة الأولى من دورة المدربين المعتمدين في ختام هذه الحلقات التكوينية. ما بين دفتي جديد الصحف الوطنية الصادرة يوم غد في قراءة لملك المرابط. نستهل قراءتنا بجديد الصحف الصادرة يوم غد الأربعاء من يومية الصباح. الصحيفة أجرت حوارا مع عبد الرحيم عثمان رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب الاتحاد الأوروبي وأكد فيه أن موقف المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية يبقى عاصفة في كوب ماء وصفا إياه بالرأي الخادع والمنحرف والمحكوم بدوافع سياسية وليست قانونية. وأوضحت الصباح حسب ما جاء على لسان عثمون أن الاتحاد الأوروبي هو الذي طلب اتفاقية الصيد مع المغرب ويكفي هنا التوقف عند رد فعل الاتحاد الأوروبي على ادعاءات المدعي العام البلجيكي إذ حرص الاتحاد بالتأكيد على أن المغرب شريك رئيسي للاتحاد. صحيفة رسالة الأمة كتبت بأن عبد الحق الخيام مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية كشف في حديث مع جريدة لوموند الفرنسية أن الجزائر لا تتعاون رغم وجود منطقة تسيطر عليها مجموعة إرهابية ألا وهي البوليساريو. وكشف الخيام أن تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي لا زال ينتشر جنوب الجزائر وشمال مالي وقال أنه على الرغم من وجود تباين بين التنظيمين إلا أنهما يدافعان على نفس الإيديولوجيا. ولدى تطرقه لسياق إحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية ذكر عبد الحق الخيام بأنه بعد اعتداءات الدار البيضاء سنة 2003 دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى تبني استراتيجية جديدة في مجال مكافحة الإرهاب لا تقتصر على الجانب الأمني بل تشمل أيضا الجانب الديني والتنموي. وتبع مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن المغرب انكب في هذا السياق على تأطير الحقل الديني وأطلق المبادرة الوطنية لتنمية البشرية من أجل تحسين ظروف عيش الساكنة. يومية المساء كتبت في عدد يوم غد الأربعاء وقع المجلس الجهوي للسياحة لجهة الداخلة وادي الذهب اتفاقية تعاون مع مؤسسة المعارض إكسبورينسي بمدينة أورنسي وذلك على هامش الدورة 19 للمعرض الدولي للسياحة تذوق الطعام زانتار الذي تحتضنه هذه المدينة التابعة لجهة غاليسيا شمال شرق إسبانيا ما بين 31 من يناير والرابع فبراير.
ووقع هذه الاتفاقية كل من أليخاندرو روبان كاربايو المدير التنفيذي لمؤسسة المعارض ومحمد الشريف المستشار التنفيذي للمجلس الجهوي للسياحة لجهة الداخلة وادي الذهب، بالإضافة إلى خوليو سيزار غونزاليس الذي اختاره المجلس الجهوي للسياحة كوكيل لتمثيله بمؤسسة المعارض لأورنسي. وذكرت المساء بأن الطرفان سيعملان بمقتضى هذه الاتفاقية التي تم التوقيع عليها بتنسيق مع القنصلية العامة للمملكة المغربية ببلباو على وضع الأسس الضرورية للتعاون المشترك في مجال دعم وتعزيز قطاعات السياحة والتجارة والصناعات الغذائية الفلاحية وكذا كل المجالات ذات الاهتمام المشترك. ومن صحيفة الأحداث المغربية نختم جولتنا الصحفية، وكتبت في عددها الصادر يوم غد الأربعاء بأن مصاريف الحج لهذه السنة حددت في حوالي 46,552 درهم حسب ما أعلنت عنه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وذكرت الأحداث المغربية أن هذه المصاريف غير شاملة لمصاريف الجيب التي يمكن الحصول عليها بالريال السعودي عن طريق الاستفادة من الحصة الخاصة بالحج والمحددة من طرف مكتب الصرف في 10,000 درهم، وكذلك من الحصة السياحية المحددة في 40,000 درهم. انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم رمضان الحيرش ولد محمد علي ولد الحسين عن سن تناهز 45 سنة، الفقيد ينتمي لقبيلة أيتوسة. كما انتقلت إلى عفو الله تعالى المرحومة قحوان الحمام عن سن تناهز 88 سنة، الفقيدة تنتمي لقبيلة أيت لحسن أيت بومقوت. وانتقلت إلى عفو الله تعالى المرحومة الغالية نوني عن سن تناهز 85 سنة، الفقيدة تنتمي لقبيلة أيت لحسن بالحويلات. وانتقلت إلى عفو الله تعالى المرحومة محيميد الجماني عن سن تناهز 31 سنة، الفقيدة تنتمي لقبيلة الرقيبات لبيهات. تغمد الله الجميع بوسع رحمته وأسكنهم فسيح جناته وألهم ذويهم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نتوقف اللحظة مع الورقة الخاصة بأحوال طقس اليوم غد بمشيئة الله، حيث من المرتقب أن تكون الأجواء غائمة في معظم الأحيان ومصحوبة بأمطار ضعيفة بشمال أقاليمنا الجنوبية، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة جنوب باقي الجهات المملكة. درجات الحرارة الدنيا نستهلها من العاصمة الرباط 12 درجة، 14 درجة بسيدي إفني، 17 درجة بكل من آسا والزاق، و 19 درجة بسمارة، و 18 درجة ستسجل بالعيون، 16 درجة ستسجل بالداخلة، و 20 درجة بكل من أوسترد والجويرة. حالة البحر بالواجهة الأطلسية سيكون على العموم هائجا. شروق الشمس بمدينة العيون سيكون على الساعة 7:40، أما الغروب فسيكون على الساعة 6:34. درجة الحرارة المسجلة ببعض المناطق المجاورة لبلادنا 15 درجة بتندوف، 21 درجة بكل من الربون وأطار، و 32 درجة ستسجل بباماكو. إلى التذكير بالعناوين. المديرية الجهوية للتكوين المهني وإنعاش الشغل بالأقاليم الجنوبية تنظم مسابقة بجليميم لحاملي أفكار مشاريع. وتابعنا في النشرة، لجنة مشتركة تضم العديد من المصالح تقوم بزيارة ميدانية لجماعة بيرانزران. وفي الرياضة توقفنا بالداخل مع اليوم الثالث من مسابقة الصحراوية التي تجرى بخليج وادي الذهب. إلى هنا نكون قد استوفينا موعدنا الإخباري المباشر، نشكركم على طيب المتابعة وفي أمان الله.